مع الأستاذ محمد شوارب قبل انطلاق القناة وقبل ما تنضم أيضا إلى القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو يمكن البداية كانت خالص يا عمر عشقي للنادي الأهلي، فكنت دايما متابع أخبار النادي الأهلي في كل الصحف، فقريت في إحدى الجرايد كده في يوم من الأيام إن النادي الأهلي والمسؤولين والقائمين على كيان النادي الأهلي بينوا إنشاء أول قناة فضائية خاصة بالنادي، فمن هنا بدأ العشق والطموح إن أنا أعمل في القناة دي، ودنيت متابع الاخبار دي. الى بعدها بعده شهور كده قريت خبر تاني ان بدا القائمين على النادي الاهلي اجتماعات وحاجات عشان القناه تظهر في صورتها الاولى. من هنا بقيت مبسوط لحاجتين، امنياتي ان انا عايز اشتغل في القناه دي، والحاجه الثانيه ان انا مبسوط ان النادي الاهلي اللي بنعشقه هيطلع قناه خاصه بيها ونعيش قدام القناه دي 24 ساعه من درجه عشانها اللي في النادي الاهلي. إلى أن ظهر نسر النادي الأهلي كأول يوم على النال سيات الجرافيكس بتاع نسر النادي الأهلي، جريت وجيت وجبت التردد بتاع القناة، وكانت فرحة ما فيش بعد كده لما شفت الأهلي تي في على التلفزيون، جبته ولقيت النسر وبقيت قاعد قدام منه طول الليل ما بغيروش، والنسر جرافيكس بس. جيت تاني يوم الصبح دخلت على طبعا عشرة عمر والسنين شوارب، دخلت عليه في المونتاج واحنا كنا بنعمل مخرجين في الاي ار تي، قلت له شوارب شفت قناه النادي الاهلي الجديده؟ انا جبت قناه النادي الاهلي ونزلتها عندي. فلقيته ببص لي كده قال لي وانا كمان جبتها. قلت له انا طول الليل قاعد على النسر. قال لي انا كمان. قلت له يا سلام بقى، شوارب الواحد لو اشتغل فيها ويحقق حلم حياته ويبقى خلاص بقى استقر، ودي قناه اللي الواحد يشتغل فيها بقلبه وروحه وعشقه للكيان ده، بس اعتقد صعبه. فقال لي ليه؟ قلت له بص، احنا مخرجين كبار في الاي ار تي ومعروفين ومشهورين، بس الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه كاي ار تي وكانها كبير. فراح باصص لي من فوق لتحت كده قال لي يا سيدي لو لينا نصيب هنشتغل فيها ما تشيلش هم اي حاجه. قلت له بقول لك ايه، سلام عليكم انا ماشي. ركبت عربيتي ومشيت، ما كملتش خمس دقائق لقيت جالي تليفون من القناه. قالوا مين بيكلمني؟ لقيت محمد شوارب. قال لي عكاشه. قلت له في ايه يا شوارب؟ اوعى تقول لي ارجع بقى وفي شغل. قال لي من بكره تمامك في قناه النادي الاهلي. قلت له انت بتهرج يا شوارب؟ قال لي انت عارف انا بهرج؟ قلت له ايه؟ قال لي انت نزلت من هنا وبرجو دخل على من هنا المونتاج. قال لي شوارب عكاشه فين؟ قال له ده لسه نازل حالا. قال له بلغه من بكره تمام في قناه النادي الاهلي. فما بقتش مصدق، انا كنت هطير بالعربيه زي النسر اللي بيطير، بس اطلع بقى من فوق الكوبري فنروح في حته ثانيه يعني. كنت اسعد انسان في الحياه بالخبر ده. رجعت ثاني يوم بدري جدا لان شوارب قال لي وفي بكره اجتماع. اجتمعت مع الاستاذ برجاوي ومع شوارب والاستاذ انيا شار والاستاذ وجدي الشناوي. كان اجتماع، اول اجتماع بيتكلم على اطار هنعمل ايه في القناه. ودي كان من يوم ده وانا ايقنت تماما، قلت ان شاء الله احنا في حاجه هنعملها للكيان ده، لان كنا بنشتغل فيه بحب وروح وعشق وامنيه. ودي كان الموقف الطريف اللي هو سبحان الله يعني ايه، كنت بحلم بيه، فبعد خمس دقائق من الحلم فوجئت بيه انه بقى واقع وحقيقه. طبعا يعني اكيد ذكريات جميله، وزي ما قلت الساده المشاهدين ان انت هتسمعوا الكواليس اول مره هتسمعوه وتشوفوه هنا معانا في قناه النادي الاهلي. نروح للاستاذ شوارب، وانا عارف انك اشتغلت